قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. الحقيقة محتاجين ان احنا كل يوم نحلم ونجدد الامل ونقول بكره يا ترى هنروح انهي كوكب وهنعيش مع انهي خلق وهنتعلم ايه وهنصحب مين ونشوف مين. محتاجين نحلم الحلم الجميل دوت. يلا بسرعه عشان الوقت بيجري، تعالوا نركب سفينه الفضاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. تعالوا نطلع ونسبح في سماء الطاعه، الكون كله الله اكبر بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. بدانا ندخل منطقه الكواكب وهننقي النهارده كوكب جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، محتاجينه في الشهر الكريم دوت عشان نسبق بعض وعلشان نتسابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. عشان كده النهاردة اخترنا ان احنا ننزل ونهبط ان شاء الله بسلام في كوكب السابقين. تعالوا ندخل الكوكب وننزل بسم الله وعلى بركة الله. تعالوا ننزل ونقرب ونشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت. تعالوا نشوف القصور اللي موجودة، وكان أول قصر قبله قصر صحابي جليل، يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش، لكن يعني عايزين نعرف النهاردة ونقابله إن شاء الله يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يحكي لنا قصته. النهاردة هنشوف أول قصر كان قصر ربيعة ابن مالك. إيه قصة ربيعة ابن مالك؟ النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم عمره ما ساب حد يعمل معاه أي حاجة إلا ولازم يرد له الجميل ده، هو اللي قال كده. قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال ما من أحد كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. الحديث واضح بيقول كل إنسان عمل معنا معروف كافئناه وأكرمناه، إلا بس أبو بكر لأن ما نعرفش نكافئه، فالله عز وجل هو الذي يتولى مكافأة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة. أخويا وحبيبي تعال نشوف قصة ربيعة بن مالك. ربيعة بن مالك كان متخصص في حاجة معينة. انت عارف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كل واحد ليه وظيفة وحاجة معينة. فربيعة بن مالك اختار لنفسه، قعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله واخدم بيه ديني، فقال بس انا اجهز مية الوضوء. انت عارفين ما كانش فيه طبعا لا حنفيات ولا خلاطات ولا الكلام ده كله ولا خزانات، كانوا بيجيبوا المية من الآبار ومن اماكن بعيدة وكده. فربيعة بن مالك قال بس انا بقى اجهز ميه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات واخد اجر بقى ايه، اجر وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يكافئه، ففي يوم من الايام بوحي من الله الى رسول الله ان جبريل ايه قال للنبي عليه السلام، قل له سلني شأن يا ربيع، واللي هيطلبه ابواب السماء مفتحه ودعوته مجابه. الان اللي هو هيطلبه ان شاء الله مجاب. ربيع بن مالك ده كان وضعه ايه يا جماعه؟ كان عنده تعالوا خد مني بقى السي في بتاع سيدنا ربيعه. كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة، فقير جدا جدا، مش لاقي يتجوز، كان محتاج شقة، يعني إيه محتاج شقة ومحتاج عروسة ومحتاج يتجوز ويعف في نفسه. فلما النبي فاجئه بالسؤال، وخد بالك السؤال مفاجأة، وكان ممكن واحد غير ربيعة يقول له إيه، طب يا رسول الله والله سؤال جميل قوي، سألني شأن ربيعة، طب ممكن تسيبنا نفكر لحد بكرة؟ لم يتردد ولم يتلعثم لحظة واحدة والله. النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيع، في لحظتها وبكل قوة وانطلاق قال مش أسألك الجنة، لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، إيه ده؟
ايه الحب ده كله؟ ده بيفكرني بحديث تاني، بس انا هرجع برضو ربيعه تاني، في حديث رواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد حسن، ان رجلا، وانا مسميه حديث المحب، جاء الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله اني لاحبك، والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك، فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، علمت يقينا انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى ان شاء الله اراك. هو بس مشكلتي ان انا خايف ما اشوفكش يا رسول الله. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فربيع بن مالك النبي بيساله بيقول له: سالني شيئا يا ربيع، قال: اسالك مرافقتك في الجنه. شوف الدرس الثاني الحلو، ان النبي كان ممكن يقول له: عفارم عليك، والله العظيم يا انت جدع، حلوه، وادي الامنيات ولا بلاش، ادي الهمه ولا بلاش، وخلاص بقى ما تشتغلش بقى وخلاص، ويعني ايه الحمد لله انت ضمنتها. قال له ايه؟ لا ما قالوش كده. قال له: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. الله الله ما شاء الله، ربنا قال كده: واسجد واقترب، كل لما تنزل تحت هتطلع فوق، واسمع الكلمه واحفظها، كل لما هتنزل تحت هتطلع فوق. ربيع بن مالك هيكون في صحبة النبي في الجنة، لأنه دعا والنبي أمن. سألني شيئا ربيع، أسألك مرافقتك في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي هيكون في كوكب السابقين. تخيل مين حضرتك؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من أجل وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن لكفار مكة، فضلوا يضربوه ضرب مبرح سبحان الله، ورغم ذلك قال غيظا لهم: والله لو عادوا لعدت مرة أخرى. سبحان الله، عبد الله بن مسعود اللي في يوم من الأيام حب أنه يقطع صعود من الأراك للسواك، يعني يجيب سواك للنبي عليه الصلاة والسلام من فوق الشجرة، وكان عبد الله بن مسعود صاحب سقان رفيع وجسد نحيف، فلما طلع فوق الشجرة جت الريح فهزت الغصن فانكفأت سقان عبد الله بن مسعود وانكشفت، فضحك الصحابة فتعجب النبي وغضب وقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر، رجليه اللي تقلها إيمان بالله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود اللي ورد في الحديث اللي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم، كان معدي هو وأبو بكر وعمر من قدام دار عبد الله بن مسعود، فسمع عبد الله بن مسعود وهو في الثلث الأخير من الليل وهو بيصلي بسورة النساء، وظل يقرأ يقرأ ويبكي ويرتل إلى أن انتهى من الركعتين. فلما انتهى من صلاته جلس يدعو والنبي يقف خلف الباب، خد بالك، فقال النبي: سل تعطى. خد بالك، ابن مسعود مش سامع النبي وما يعرفش ان النبي قاعد بره هو وابو بكر وعمر، فالنبي بيقول سل تعطى. الكلام ده مش من عند النبي، الكلام ده يا جماعه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان مجاب الان يا ابن مسعود. فاذا بابن مسعود يطلب طلبات عجيبه جدا، قال: واحفظ معايا الكلمات دي ويا ريت تكتبها. قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. الله أكبر، يعني الواحد كان بيتمنى يقول: يا رب كنت أنا اللي أدعو الدعوة دي، أو أنتوا اللي تدعوا الدعوة دي، والنبي أمن لنا على الدعاء الجميل ده. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ده في الجنة، وبعدين فوق ده كله بقى: ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. عمر بن الخطاب خد بقى الموقف ده، قال: بس اليوم أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، وأسبق أبا بكر في خصلة خير. يعني هو على طول اللي سابقني في كل حاجة، النهاردة أسبقه بقى. قال: فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود، فقلت: والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. الله أكبر. عشان كده ابن مسعود كان ليه قصر في كوكب السابقين، ما شاء الله. تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب السابقين. صحابي برضو كتير من المسلمين ما يعرفوش، لكن
هو صحابي جليل. تعالوا نعرف مين هو الصحابي ده اللي ليه قصر في كوكب السابقين. صحابي اسمه أبو الدحداح. سمعت الاسم ده قبل كده؟ أبو الدحداح قصته في غاية الغرابة. كان في طفل يتيم في عهد النبي عليه السلام، كان ليه بستان، وكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار. فحب الطفل اليتيم عشان يضمن ان بستانه يعني محدش يعتدي عليه، حب يعمل سور للبستان بتاعه من كل الجهات. فجي يعمل سور، فاذا بنخله من نخل الانصاري يعني ايه هتقف قدام الجدار. فطلب من الانصاري وقال له يعني اسالك بالله اعطني النخله وانا بحيث اعمل السور حواليها. قال لا. قال اذا بعني النخله، مش عايز تداني بيعها لي. قال لا. قال اعطني النخله وسادعو لك. قال له لا. فذهب اليتيم يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الصحابي ما كانش يقصد أبدا أنه هو يعصي أمر النبي، لكن هو كانت المشكلة عنده أنه هو زعل أن هذا اليتيم ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الصحابي الجليل أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال إذن بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. من الوقت بقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو الدحداح. بطلنا. أبو الدحداح واقف فسمع نخلة في الجنة بنخلة أديها لليتيم، والله يعني ربح البيع أبا يحيى. فراح قايل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح إلى هذا الأنصاري الجليل وقال له يا رجل هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال طبعا، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ بستان أبو الدحداح يا جماعة كان أجمل بستان من بساتين المدينة، كان قدام مسجد النبي، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وصور، يعني كفاية إنتاجية من أعظم ما يمكن. وكان التمر بتاع أبي الدحداح كان أجمل تمر موجود في المدينة. قال له طبعا، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت ونخل وصور على أن تعطيني هذه النخلة. قال هي لك. فعاد أبو الدحداح مرة أخرى، هو مش يعني مش بيتأكد من النبي، هو عارف إن كلام النبي صدقه لكن هو نفسه يسمع البشرة تاني. قال يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال أبشر يا رسول الله فلقد اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. وظل النبي يكررها. المشهد الثاني، أبو الدحداح واخد الأنصار عشان يسلموا البستان، فلما وصلوا للبستان لسه جاي يفتح الباب، فافتكر إنه هو خلاص باع البستان ومش من حقه أن يدخله، فلسه هيسلموا البستان وإذا به يسمع صوت زوجته وأولاده في البستان، فنادى من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا. طبعا لو واحدة يعني فهم إزاي كانت هتقول له يا فرحتي بك يا حبيبي، واخد بالك؟ إنما سبحان الله امرأة قلبها مليان إيمان وبذل وعطاء، قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. الله أكبر. وهي خارجة هي وأولادها، ومشهد مؤثر وركز معايا، وهي خارجة من البستان ابنها طفل صغير خد تمراية من الأرض حطها في بقه، راحت مطلعاها من بقه ورمياها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله. الله أكبر. أخويا وحبيبي مشهد جليل وعظيم ومؤثر جدا. عشان كده أبو الدحداح كان ليه قصر في كوكب السابقين. مين تاني كان ليه قصر في كوكب السابقين؟ واحد اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارث. طيب يا شيخ محمود قصته الله يبارك فيك، قول لنا كده حببنا كده في ان احنا نتسابق الى فعل الخير بقى كده، سباق في العباده، سباق في البذل والعطاء، سباق في الانفاق، سباق في الدعوه الى الله، سباق في صله الارحام، عايزين نتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سعد بن خيثم بن الحارث لما ندب النبي الصحابه للخروج في يوم بدر قام خيثم بن الحارث ودعا ابنه سعد وقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف ابنه رد عليه قال له يا جماعة. فقال له سعد والله يا أبتاه والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، لو كانت الدنيا بكل ما فيها كنت اديتها لك عن طيب خاطر، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. ودخل سعد
ابن خيثمة ابن الحارث يجاهد في غزوة بدر فقتل شهيدا، فلما جاء الصحابة يهنئون خيثمة ابن الحارث باستشهاد ولده سعد بكى وقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله، أدي القلوب المؤمنة، أدي الناس اللي بتتسابق إلى كل طاعة لتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. بل تعجب حاجة في غاية العجب، إن القصر اللي كان بعدهم على طول لواحد عنده حوالي 12-13 سنة، وهو عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص. طبعا حضراتكم عارفين إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبدأ أي غزوة كان لابد أنه يستعرض الجيش، أقل من 15 سنة لازم يرجع ما يقاتلش، خدت بالك؟ فكان عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص كان عنده حوالي 13 سنة، وبعدين عارف إن النبي هيرده، فراح مستخبي ورا سعد بن أبي وقاص. النبي بيطمئن على أحوال الجيش، فجأة لقى اللبس بتاع سعد بن أبي وقاص بيتحرك يمين وشمال، حد مستخبي وراه، فنظر خلف سعد فوجد عمير فقال: ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله، سألتك بالله لا تردني، إني أريد الشهادة. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، لا تحرمه الشهادة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عمير بن أبي وقاص، كان قصير، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كنت أعقد له حمائل السيف. السيف بتاعه لما بيتحط على كتافه بيجرجر في الأرض، فكان يحط له السيف الناحية التانية كده ويخليه نازل بزاوية كده عشان يعرف يمشي بيه. قال: فدخل فقاتل فقتل فكان من السابقين. الله أكبر، طفل صغير. أخويا وحبيبي، أم عمار بن ياسر سمية كانت من السابقين، أول شهيدة في الإسلام. رسالة لكل رجل أن يكون رجل. عيب عليك أخوي وحبيبي اللي ما سجدتش لله سجدة، عيب أن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت بترفض تسجد لله، عيب أن تكون أول شهيدة امرأة وانت رافضة تلبسي حجاب لحد النهاردة، عيب أن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت لسه لحد الآن ما بتفكرش تفتح كتاب ربنا وتقرأ في كتاب الله تمسكوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعال نشوف القصر اللي بعده للسابقين، كان قصر عمير بن الحمام، واحنا ذكرناه قبل كده في مرة، لكن معلش هنكرره لآخر مرة لأنه فعلا مناسب لهذا الكوكب. عمير بن الحمام اللي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما كان واقف في أرض الجهاد، وبعدين أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع المشركين، وكان الموضوع يعني معركة فاصلة، وكانت أول معركة والصحابة لسه مش متعودين على كده. فقام النبي وقال: والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة ساكتين، فنبي حس إنهم لسه عايزين كلمة تانية، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام واقف جنب النبي، فقال بخن بخن: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة، بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. كان في قصر مين كمان في كوكب السابقين؟ كان في كوكب أبي أيوب الأنصاري. حضرتك طبعا وحضرتك عارفين مين هو أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي النبي فضل عنده في بيته لمدة 7 شهور في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري بلغ من سن 80 سنة. يا الله، يا رب احسن ختامنا يا رب. 80 سنة ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان رايح عشان يغزو القسطنطينية، يقوم أبو أيوب الأنصاري يقول له: يا يزيد، احملني على فرس وتوغل بي في أرض العدو إلى أن تصل إلى أقصى درجة وادفني هناك إذا مت. ويدخل بي يزيد بن معاوية
حتى لما وصل لآخر حاجة هناك عند أسوار القسطنطينية، ويزيد وأبو أبو 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 أيوب الأنصاري خلاص وهو على الفرس وداخل يجاهد في سبيل الله، وبيطلع في الروح في سكرات الموت ومات على فرسه. فدفنه يزيد بن معاوية تحت أسوار القسطنطينية، وما زال قصر وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري معروف لحد النهاردة عند أسوار القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مين تاني كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب السابقين. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، الخليفة الراشد اللي حكم 26 دولة وأرسل من ينادي في كل مكان في كل بقعة من بقاع الأرض وفي كل مسجد، أين اليتامى؟ شوف فاضت الأموال، طلب من المسلمين يدفعوا زكاة مالهم وصدقاتهم فاضت الأموال لدرجة أن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق من كثرة الأموال، والدنيا أمان كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فنادى فأرسل من ينادي في كل مسجد، تأمن معايا مسلم، في كل مسجد من مساجد المسلمين في 26 دولة، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت المال المسلمين، ويرجع المال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر بن عبد العزيز ويقول: أما ناديتم على الناس؟ يقولون: نادينا يا أمير المؤمنين. قال: فلماذا لم يأخذ الناس المال؟ فيقولون: عففت يا أمير المؤمنين، فعفت الأمة تبعا لعفتك. قال: إذن أرسلوا المال مرة أخرى وقولوا: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج المسلمون جميعا من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، زوج كل الشباب وعف الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. قال: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. حتى الطيور كان ليها حظ في عهد العدول، أي نعم. ثم قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. يأتي لعمر بن عبد العزيز رجل راعي غنم يقول: يا أمير المؤمنين، أمر غريب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز: لا عجب في ذلك، فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. في آخر أيام يأتي له واحد ويقول له: يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فيقول له: لا والله، بل جزى الله الإسلام عني وعن المسلمين خيرا. أخوي وحبيبي عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام وهو والي لسه على المدينة المنورة، أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة وقال: اشتري لي ثوبا. فاشترى له ثوبا بخمسمائة درهم. فقال له: ما رأيك يا عمر؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح أميرا على المؤمنين بيحكم 26 دولة، أرسله مرة أخرى عمر ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. فقال: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبرك يا رجاء، يا رجاء، إن لي نفسا طواقة. اتعلم يا مسلم، حس بإن همتك عالية. إن لي نفسا طواقة، ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه. فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة، فلما أصبحت واليا على المدينة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا أعمل الآن لها. أخوي وحبيبي، كان في قصر برضو في الكوكب دوت للإمام ابن الجوزي، هذا السباق اللي كتب بأيديه أكتر من 2000 مجلد، وتابع على أيديه 200,000 واحد، وأسلم على أيديه 200 واحد بفضل الله. وكان في قصر كمان لمحمد بن القاسم اللي فتح الهند والسند وعمره 17 سنة يا مسلمين. وكان في قصر أيضا لمحمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وعمره 23 سنة. عشان كده بسأل كل المسلمين اللي قاعدين قدامي: حد فيكم ناوي يبني قصر أو يحجز قصر إن شاء الله في قصر السابقين؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعلو الهمة والتنافس في الخيرات. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حبيبك اللي هتصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرك أيضا بعلو الهمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، وفي رواية معالي الأخلاق، ويكره سفسافها.
قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إلحق نفسك والحق بالركب في كوكب السابقين بفضل الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: لابد للسالك الذي يسلك طريقه إلى الله، لابد للسالك من همة تسيره، ومش كفاية أنها تسيره بل وترقيه، أن أنت ترتقي كل يوم. كل يوم عندك أمل، النهاردة إن شاء الله أزود ركعتين في قيام الليل، بكرة هزود جزء في القرآن، بعد بكرة هزود التسبيح، بعد بعده هزود الاستغفار، بعد بعده هدعو إلى الله، وهكذا. وانطلق كل يوم حتى تقترب من الله أكثر وأكثر، وتقترب من حوض النبي أكثر وأكثر. لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهدين. أخوي وحبيبي، لا يمكن تعلو الهمة في قلبك إلا إذا تخلى القلب عن حب الدنيا، ويعني تعلق القلب بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسألة عاملة زي البالون الكبير المربوط في صندوق، طول ما الصندوق مليان حجارة يعني مليان دنيا، البالون مش هيطير، خفف الحجارة وشيلها بفضل الله البالون هيطير. هكذا لو خففت قلبك من حمل الدنيا ومن حب الدنيا بفضل الله، قلبك هيطير في سماء الطاعة وفي سماء الإيمان. حدد هدفك من دلوقتي. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. أخويا اللي بحبك في الله، خلي نفسك، اعتبر نفسك في سباق 100 متر، ما انتش فاضي تبص لا يمين ولا شمال، لا تلتفت، اوعى حد يعطلك، انت سائر الى الله سبحانه وتعالى. فانهم عدو لي الا رب العالمين، كل شيء يحجبك ويعطلك عن طريقك لربنا فانهم عدو لي الا رب العالمين. اخويا وحبيبي، لازم يكون عندك علو همة في طلب الحق، في طلب العلم، في الدعوة الى الله، في العبادة، في طلب الجنة. يكون عندك علو الهمة حتى في طلب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. لو جمعت الشباب في الحر دوت وسألت كل واحد همتك إيه أو نفسك في إيه، واحد يقولك نفسي في إزازة حاجة ساعة، والتاني نفسي في مروحة، والتالت نفسي في مكيف، والرابع نفسي في شاليه على البحر، والخامس نفسي أن أكون في ظل عرش الرحمن. وكل حاجة لها تمن، حاجة الساعة بجنيه، والمروحة ب200 جنيه، والمكيف ب3000 جنيه، والشاليه ب2 مليون جنيه، وجلسة في ظل عرش الرحمن بدمعة من خشية الله. الله أكبر. الجنة طريقها سهلة، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. أكيد همتك هتعلى، أكيد من النار ده تقول إن شاء الله لن يسبقني إلى الله أحد، إن شاء الله سأكون وأنا أول المسلمين كما قال جل وعلا. ويعني سبحان الله في الآية يعني: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل واحد فينا بيقرأ الآية وبيقول وأنا أول المسلمين، ياريت تكون أول واحد تسبق إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياك على الخير. ما زلنا في كوكب السابقين، إن شاء الله نركب سفينة الفضاء ونرجع للأرض مرة تانية الحمد لله على السلامة. بكرة إن شاء الله في رحلة، يا ترى نروح أنهي كوكب؟ ده اللي هتعرفه بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا، واملا قلبك بالامان، كوكب الارض في زماننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني، انسى كل حياتك، يلا نروح لكوكب تاني.